يسعد الله صباحكم بالخير والمسرات. اليوم حقيقة أول مؤتمر نسويه بزمن الكورونا، يعني بدعوة من الصديق العزيز مروان كرم رئيس المغتربين اللبنانيين لمناقشة قضية يعني الأزمة الحالية اللي صايرة في لبنان. اللي شجعني مثل ما ذكرته ببث فيديو قبل لحظات مع الأخ محمد الشمري، الوضع اللبناني مثل الوضع العراقي. احنا ما نريد نبث روح سلبية بقدر ما هو واقع حال للأسف. يعني الوضع اللبناني بما يمر به من أزمة مالية، الواقع يقول نفس الأزمة المالية اللي دا يشهد العراق، بالرغم طبعا من اختلاف البلدين بين بلد نفطي عريق وبين بلد صغير معتمد على السياحة إلى آخره. بس كحالة موجودة لا، نفس المشكلة اللي تواجه اللبنانيين تواجه العراقيين. احنا كنا بالبداية بعيدين عن موضوع السياسة ولازلنا، بس هذا ما يعني ان ما عندنا مواقف تجاه بلدنا او تجاه البلدان العربية. احنا بطبيعتنا حبنا للعرب هذا جزء اساسي بحياتنا وتربينا عليها. وأنا آسف لأن بالطريق إلى بروكسل والقاع في مكان معين يعني نمشي بيه واحد ينتبه للطريق. على كل حال فإحنا متفاعلين أكيد مع قضايا شعبنا الغالي وبلدنا الحبيب. فوضع لبنان بما تمر به هاي الفترة من صعوبات مالية، وحقهم طبعا حقهم نتيجة التوزيع السياسي اللي موجود في لبنان، وبالأساس نقلت هاي الصورة للعراق اللي كان بعيد عن هالموضوع التوزيع الطائفي. وتعرفون كل الزين والعالم كله يعرف بأن العراق هو عبارة عن فسيفساء جميل، وأنا دائما أتباهى به، دائما حقيقة أتباهى به من وصلت أوروبا، ونشعر بفخر لما صديقنا كذا وصديقنا كذا وصديقنا كذا من كل القوميات ومن كل الأعراق ومن كل الجنسيات. وطبعا شوفوا الطريق الروعة اللي نتمنى شعبنا يعيش بأمان. بس شوفوا الطريق أبوكم شعبنا يعني هذا موجود في يعني كثير من يعني هذا الطريق يعني عندنا ما أحلى من عنده في لبنان وفي في العراق وفي بلداننا العربية. كل مناطق العراق هي لوحة فنية سبحان الله، ولوحة مو بس فنية كطبيعة، لوحة طبيعية. حتى كشعب نعم. ماكو بلد بيه هلقد قوميات وهلقد أجناس وهلقد قوميات. بس هو هذا مصدر قوة إنه إذا نحسن استغلاله بروح إيجابية. على كل حال هذا المؤتمر، ومشكور الأخ مروان، أنا وصديقي العزيز محمد الشمري، وهو ملف حقوق الإنسان بنتي بالصور حاليا. اي هذا الوضع طبعا اول ما بس خلينا اثبت بس هاي الملحوظه. وجايين اصدقاء واخوان من فرنسا ومن ألمانيا ومن هولندا ومن لوكسمبورغ، بالرغم من المشكله مال كورونا اللي بقت. واليوم طبقوا القرار اللي ما يشوفوا لابس كمامات يغرم ب 250 يورو. هذا بالاماكن العامه. فويانا محمد الشمري خلي يعبر عن شعوره عن هذا المؤتمر. تفضل ابو مصطفى. مرحبا اصدقائنا واعزائنا واخوتنا في جميع الاماكن. طبعا هو مؤتمر يمثل جيب راسك شويه قضيه يعني هذا يلا نعم.
مصغر كاحنا ملف حقوق الانسان. حقيقه الازمه الماليه اللي في لبنان هي موجوده في العراق سابقه يعني لها، ومو هذا السياسه اللي في المنطقه تدخل دول الجوار، وخاصه القضيه احتلال العراق، وايضا في لبنان هذه المساله تدخل الميليشيات في اداره الدوله ادى في هذا الانهيار الاقتصادي، وخاصه مقدرات الشعب. الفرد اللبناني والعراقي تحت هذه الجائحه اصبح لا يملك الرغيف الخبز، يعني وجود طبقه كثير اعداد من الشعب العراقي، الشعب اللبناني اصبح في الصباح لا يملك الرغيف الخبز لان يوكل اطفاله وعائلته. هذه مأساة بحد ذاتها تخص منظمات حقوق الانسان. من هنا اطالب المجتمع الدولي النظر للشعب العراقي، الشعب اللبناني تحت هذه الظروف، هذه الجائحه التي تجتاح العالم، وخصوصا الان مركزه في مناطقنا الشرق الاوسط، خصوصا في العراق لبنان، النظر لهذه المأساة ورفض الشعب وليس الحكومات، يعني المهم، وقطع دابر التدخل دول الجوار في هذه البلدان. نتمنى أن يسود الأمن والسلم والسلام في وطننا العراق وفي لبنان وفي جميع المعمورة. ألف تحية لكم وألف وردة صباحية. ادعونا بالسلامة لأن يمكن تيهد، لأن الطريق يلا نشوفكم بالخير إن شاء الله. تحياتي، إلى اللقاء.